فكرة تعدي النهاردة مين يعرف التنكت؟ كل واحد هيسأل التاني خمس أسئلة، هو علي الله يجاوبهم، اللي هيجاوب على الأسئلة هو ده اللي يخسر، واللي هيجاوب أكتر أسئلة هو ده اللي يخسر. مش محتاجة حاجة يعني. هكبها في الآخر. خش. هنعمل حجرة وورقة ومقص على اللي هيبدأ لو. حجرة وورقة ومقص. أنا عارف. حجرة وورقة ومقص. هيبقى سؤال لسؤال. هجيب الأسئلة. هيبقى واحدة لواحدة. سؤال لسؤال يعني. كده 0-0 لسه ما عدتش عارف حاجه. ايه اكتر لون انا بحبه؟ احمر. ازرق. وزن كام؟ 56 كيلو. ليه احنا ده لسه رايح الصيدليه قبل من شويه عشان اعرف 56 اكتر هذا ولا ما اعرف. لا هو كان واحد ماشي في الشارع وماشي معاه مراته دي صغيرة، بقول له بالصغيرة عليك. الراجل مسك فيها وضربني. ايه اول حيوان انا ربيته؟ كتكوت. صح. كتكوت بجنيه كده ومات بعدها بتاني يوم على طول. كده ده واحد. مين اكتر ممثل انا بحبه؟ تامر حسني. خلص. هو نسلم جابه واحدة بس. حتى لغاية 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. بس خلاص. أحمد مكي. أكتر فيلم أنا بحبه؟ فرقة العب. أجنبي ولا مصري؟ معرفش بقى. مش كده. لا قول أجنبي ولا مصري؟ لا مصري. الفلوس. البدلة. تجدها. والله اكتر فيلم بحبه. والله اكتر فيلم. ده اخر سؤال ليا كده. ايه اكتر رقم انا بحبه؟ رقمين يعني. رقم من 1 ل 10 ورقم من 1 ل 100. 99. وايش الرقم التاني؟ 7. خلاص نفس الرقم هقول لك كمان. هو كده الجواب الاولى اللي هو من 1 ل 100. 6. 5. كده ده 1 هو 0. انا ما عرفتش حاجه. بقول لي هتعرف الاسئله كلها. كده ناقص نسال. طبعا عملنا كتير اسئله. في شهر كم يوم كان؟ شايف 2020؟ لا 21. 20 ما تعرفش. 21. طب ما تعرفش. والله 21. هو ده كنت شايف اخر فيديو كان من 6 شهور. كمان من 4 شهور. انا رحت مشاركه. معرفش شركة. شهر 1. ماشي. يوم كام بقى؟ يوم كام؟ معرفش. المال هيبقى صعب. انت كل اسئلتك صعبة. 6. لا يوم 25. كده برضه انا الكسبان. يلا خش على كام. معنا العقاب بتاع الفيديو قرن فلفل. برضه لو عشان لو في الحالات الخطرة نشرب لبن.
انا هقف ورا الكاميرا بس اهم حاجه هو تحط ايدك على عينك. انت شايفين البتاع ده لا دوش رفيع بواسير اشرب اللبن اشرب اللبن بس لازم تخلصوا بقى. انا زدرعت وقتلي ما تخلصوا ما تخلصوا ما خلاص تاخذ عضمه كمان وخلاص ما تكون ذلك نخلص البزر كله نضخها وحط اللبن على طول. خلاص هذه الحتة اللي بقى نوسخ حتة كنت باكلها بزر حتة يضا تاكلها شيء زي Finish him!